كذلك الرئيس اليوم التقى بالمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة شو دونيو لبحث سبل تعزيز التعاون التنموي ما بين مصر والدول الأفريقية على هامش مشاركة دونيو اللي هو مدير عام منظمة الفاو في المنتدى. الرئيس أشاد بالعلاقات المتميزة اللي بتجمع ما بين مصر والفاو في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والمشروعات اللي بيقوم بيها الفاو على أرض مصر للارتقاء بالقطاع الزراعي. أيضا شونديو أشاد كذلك بالدعم المصري للمنظمة وجودها في مصر من أجل تحسين المشروعات الزراعية والقطاع الزراعي واستخدام وتطبيق أحدث التكنولوجيات اللي بتوفرها الفاو، وبتسعى مصر الحقيقة لتوطينها والاستفادة منها من أجل تحسين الزراعة في مصر. وبالمناسبة هيكون لنا بعد شوية لقاء مهم مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة شو دون يو حصريا من مصر.